هنا باب قنسرين. لن أنسى ما عشت أبداً تلك اللحظة التي وقفت بها على مشارف باب قنسرين العظيم، وقد أخذ جلال المنظر وجماله بمجامع قلبي وحرك في داخلي حنيناً عميقاً لماض مجيد عشناه يوماً كنا فيه ملوك الأرض وسادتها، كنا خلفاء الله في أرضه حقا، أحبنا حينها حتى الحجر، واحترمنا حتى أعداؤنا من البشر، حين كان الرجل منا أمة، والدنيا ليست غاية بل مجرد رحلة نحن مطالبين بعمارها وإقامة العدل فيها والرحيل عنها بعد أن نترك طيب الأثر، وهذا ما كان. ليتنا نستعيد اليوم ما كنا عليه من زمان من علم واحتساب وإيمان، وخطوت خطواتي على مهل مقتفيا قدسية المكان، مصغيا للحجر متنفسا عبق المجد الذي كان، أطل بناظري على سور حلب القديم من جانب باب قنسرين، وقد اختفى مع الزمان قسمه الشرقي لكن قسمه الغربي لا زال موجودا صامدا يحكي قصة المكان. ومع أن لحلب أبوابا عديدة لكن لكل باب منها أهميته الخاصة في المجالات العسكرية والتجارية والعمرانية، وكل واحد منها يوصد مصراعيه بعزة وقوة أمام هجمات الغزاة، مانعا إياهم من اقتحام المدينة ونهبها، وفي نفس الوقت يفتح قلبه لاستقبال الزوار والتجار وقوافلهم المحملة بمختلف أنواع البضائع من مختلف بقاع الأرض ليساهموا في عملية ازدهار المدينة وتطورها. إلا أن باب قنسرين هو الباب الأهم عند المؤرخين، الباب الأول عندي حميمية وحنينية، هو مصابيح مغروسة في الأضلاع كيف لا، وهو الحامل لكل طاقة الحب والفخر كيف لا، وعلى جانبه الغربي في برية الكليمات يرقد أبي وتستريح عظام أجدادي كيف لا، وهو أول أبواب حلب مما يلي القبلة، أعود لأتفحص أوراق التاريخ سائلا إياه عن قصة المكان، فيحكي لي أن الباب قديم جدده سيف الدولة
ثم أعاد تجديده الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز، ويأخذني أعمق وأعمق ليخبرني أن حجارته تم نقلها من الناعورة شرق حلب، من برج كان بها من أبراج قصر هناك، وأبراج القصر تم نقلها من باب الرقة، وقبله من سور سر من رأى، وقبله من سور العمورية. ويخبرني أيضا أن الملك الناصر لما بنى باب قنسرين عام 54 و600 هجري بنى عليه أبراجا عظيمة ومرافق للأجناد وطواحين وأفرانا وجبابا للزيت وصهاريج للماء حتى غدا كالقلعة المستقلة، ويدعوني الباب مؤهلا للدخول وألج عتباته المباركة لأشهد من دركاته أبوابا 4 متتابعة تعطي للمكان حصانة ومنعة بانكسار ممراتها المتوالية، مما يعني عرقلة أكيدة لجيش مهاجم. وكان ذلك شيء من تكنيك هذه العمارة العسكرية. وحين تعبر الدروب بجدرانها العالية المتعانقة ستكون وسط أسرة كبيرة من التكوينات المعمارية المتناغمة في أدائها وحضورها، وتسلب الروح منك روحانية عجيبة تلتفت لتعرف سرها، فترى قبر الولي الشهير خليل الطيار، وتنفذ عبر درب ضيقة طويلة على استقامة واحدة ليلوح لك من بعيد جامع الكريمية بمدخله ومئذنته، ويناديك مسجد الطرسوسي لترتاح في باحته، ويتجاذبك معه جامع الرومي والقسطل الذي يحمل اسمه، وتهديك الدروب إلى جامع العادلية، وتعود للمحور الذي يعبر باب قنسرين ليقودك إلى باب جانبي للجامع الأموي الكبير، لتشهد على طول المحور عددا كبيرا من المدارس والمساجد والخانات التي تعود للعهد العثماني والمخصصة للفعاليات الصناعية أكثر منها للتجارية، وتلمح آثار قصور كانت قد بنيت من فترة حكم المماليك تعود لأمراء وأعيان ذلك العهد، وترى البيمارستان الأراغوني المبني في القرن 14 الميلادي، وحمام الجوهري وحمام المالح، وغيرها كثير من العمارات المشهورة. وتعود للباب تقودك قدماك إلى هناك، تتدافعك الحشود، آلاف النازحين يعبرون من خلاله من أبنائه، ومئات الجرحى يغادرون هاربين من جاهلية عقيمة وموت محتم، مخلفين عمرا وذكريات
ويبقى هو باب قنسرين مثخنا بالجراح، لكنه باق وكر النسور كما يعني اسمه في السريانية، يحمي مدينته في قلبه. وما تبقى من أهل وأحباب يحمي حلب الباقية التي لن تختفي ولن تزول، كما زالت بلدة قنسرين التي كان الباب يؤدي إليها. أبداً لن يسمح الباب للتاريخ أن يعيد نفسه. الباب باق وحلب بأهلها وعزها وتاريخها كالعنقاء باقية تتألم لكن لا تموت. أن الرحيم.